ادي صورة تانية عشان نشوف البوستيريور كريكو اريتينويد، ادي ماسكه في الماسكولار بروسيس او البوستيريور بروسيس بتاع الاريتينويد، وهي الوحيده اللي بتعمل ابدكشن للفوكال فولدز، الباقي كله زي ما احنا شايفين بيعمل ادكشن. وفي التنشن دي منظر اللي هي الفوكاليس، ديت الفوكاليس مصر، ودي السايرو اريتينويد بروبر، ودوت الاكشن بتاع الكريكو سايرويد مصر عشان احنا نتخيله بتقرب اللارنكس من الكريكويد كارتليج فتشد الفوكال فولدز تعمل لهم تنشن. ودي يعني دي كل المسلز. بس بالنسبه بقى في ميمبرينز، يعني احنا قلنا في ليجامنتس وميمبرين، في اتنين ليجامنتس، واحد اسمه الاري ايبيجلوتيك ليجامنت والفنتريكولار ليجامنت والفوكال ليجامنتس، دول الثلاثه على اسامي الفولدز اللي احنا قلناهم، الاري ايبيجلوتيك فولد والفنتريكولار فولد والفوكال فولد، ليجامنتس ماشيه جوه الفولدز دي اللي احنا قلناها بتاع الميكوس ميمبرين. في بقى ميمبرينز ثانيه، كوادرانجولار ميمبرين وتريانجولار ميمبرين. الكوادرانجولار ميمبرين ماشي ما بين الاير ايبيجلوتيك، بيربط الاير ايبيجلوتيك ليجامنت وهي الفنتريكولار ليجامنت. ادي الفنتريكولار ليجامنت اهوت اهو، ودي الاير ايبيجلوتيك ليجامنت، ده بقى الموجود ده اهوت هو كوادرانجولار ليجامنت، دي هي الاير ايبيجلوتيك ليجامنت وده الفنتريكولار ليجامنت، واللي ما بينهم هو الكوادرانجولار ميمبرين. في برضو تريانجولار ميمبرين دوت بربط الفوكال ليجامنت بالابر بوردر بتاع الكريكويد كارتليج اهو، تظهر عندنا التريانجولار ميمبرين. بعد كده بقى نتكلم في النيرف سبلاي بتاع اللارنكس. النيرف سبلاي بتاع اللارنكس كله جاي من الفيجاس بتو برانشز، في السوبيريور لارينجيال نيرف والريكورنت لارينجيال نيرف. السوبيريور لارينجيال نيرف بتقسم لتو ديفيجنز تو برانشز، واحد اكسترنال موتور بيغذي بس الكريكو سيرويد مصر، يعني النيرف سبلاي بتاع الكريكو سيرويد هو الاكسترنال برانش بتاع السوبيريور لارينجيال بتاع الفيجاس، وفي واحد انترنال سنسوري دوت بيعمل بيرسينج بيخترق السيروهيويد ميمبرين ويخش ويغذي السنسيشن للسوبرا جلوتيك ريجون. يبقى السوبرا السوبيريور لارينجيال نيرف بيغذي السوبرا جلوتيك ريجون سنسيشن وبيغذي الكريكو سيرويد ماسل موتور. عندنا في البرانش الثاني هو الريكورنت لارينجيال نيرف، ريكورنت لارينجيال بيغذي بقيه الانترنسيك ماسلز ما عدا الكريكوسيرويد اللي احنا لسه جايبين سيرتها، وبياخد سنسيشن من الجلوتيك والسب جلوتيك ارياز اللي هو بقيه اللارنكس. يبقى لو احنا حفظنا دي هنقدر نقول الباقي، احفظ واحده وقول الباقي في الثانيه. في حاجه مهمه بالنسبه للريكورنت لارنجيال نيرف، ان هو على الليفت سايد الكورس بتاعه اطول من الرايت سايد، على الليفت سايد بيدسند للثوركس للميدياستاينم وبيعدي يعمل ارش حوالين الاورتيك ارش ويطلع تاني النك ويمشي ما بين الاسوفجاس والتراكيه، الاثنين بيمشوا ما بين الاسوفجاس والتراكيه، بس المميز ان الليفت هينزل ميدياستاينم وهيعمل ارش حوالين الاورطه، بس الرايت ريكورنت لارنجيال مش بينزل ميدياستاينم، بيفضل في النك او في روت اوف ذا نك ويعدي حوالين يعمل هوك حوالين الفيرست بارت بتاع الرايت سبكليفيان ارتري. فبالتالي ان قلنا ان الكورس بتاع ليفت ريكورنت لارنجيال اطول، بالتالي الفرصه ان هو يحصل له انجري اكبر، وانا وهو بالذات لو حصل له انجري هاجي هدور اسباب من النك واسباب من الثوركس، فهي دي المشكله. يعني لو حصل اي افكشن للفوكال فولدز على الليفت سايد بيكون السبب ممكن يكون ميدياستاين دوت، دي حاجه ممكن تتسال شفوي او تيجي انيميشن او حاجه زي كده. البلاد سبلاي بتاع اللارنكس في سوبيريور لارنجيال ارتري بيجي من سوبيريور ثايرويد، وانفيريور لارنجيال ارتري من انفيريور ثايرويد ارتري، دي حاجه مش بالصعوبه، الاثنين دول البرانشز بتوع الاكسترنال كاروتيد. الليمف درينج بقى سوبرا جلوتيك وجلوتيك، وهنقسمهم بالريجونز اللي احنا اتكلمنا عنهم. سوبرا جلوتيك ابر ديب سيرفايكال ليمف نود، هي واحده ابر ديب ولور ديب، الابر ديب سوبرا جلوتيك، اللور ديب سب جلوتيك، والجلوتيك ريجن من حكمه ربنا ان فيها مينيمال او نو ليمف درينج عشان ما يحصلهاش اديما بسهوله، لو مثلا حصل اي ليمف اوبستراكشن ما يحصلش اديما في المنطقه دي، اي افكشن بالنسبه للتو فوكال فولدز هيؤدي الى سترايدر وتغيير في الصوت وكمان مشاكل في الريسبيريشن، فاي انفلاميشن هتحصل او اي درينج هيحصل في الجلوتيك ريجن هيسبب مشكله، من حكمه ربنا ان ما فيش ليمف في المنطقه دي.
بالنسبه للفانكشن بتاع اللينكس، الفانكشن بتاع اللينكس اهم واكبر وظيفه له هي البروتكشن لللور اير باسج. يعني مش هقول لك ريسبيريشن ولا هقول لك فونيشن، يعني انا ممكن اشيل اللينكس ده خالص، بس اهم حاجه البروتكشن. لما يفقد وظيفته في البروتكشن، طالما ان هو فقد وظيفته في البروتكشن بقى ملوش لازمه، ما عادش له لازمه. البروتكشن بتاع اللور اير باسج ديت اهم ميكانيزم وبتحصل، اهم فانكشن وبتحصل عن طريق كلوجر للتو فوكال فولتس واوتوماتيك اريست للريسبيريشن والكاف ريفلكس. وكمان بس هما دول اهم ميكانيزم للبروتكشن للور اير واي، هي الكلوجر اوف فوكال فولتس. قوه الفوكال فولتس هي اللي بتقفل اللارنكس، وهي دي اللي بتعمل الوظيفه الاساسيه بتاعته. تاني فانكشن بقى اللي هي الفونيشن. الفونيشن دي اللي هي اصدار الصوت. اصدار الصوت ده بيحصل، يعني اللي بيطلع من اللارنكس مجرد صوت ماهوش كلام، بيحصل له ريزونانس وارتكيوليشن في السوبرا جلوتيك ريجون وفي التيس والتانك واللبس وكده. بس اهم حاجه برودكشن بيحصل بفايبريشن بتاع الميكوزا بالتو ادكتد فوكال فولتس في الاكسبيريشن زي ما احنا شرحنا. تالت فانكشن بقى اللي هي ريسبيريشن. ريسبيريشن يعني ان هما بيبقوا ابدكتد من بعض في حاله الانسبيريشن وابدكتد في حاله الاكسبيريشن بس. وكمان في فانكشن تانية اللي هي فيكسيشن اوف ذا شيست. الكلوجر بتاع الفنتريكال فورس لما يقفلوا من بعض في الفورسد اكسبيريشن افتر فورسد انسبيريشن، دوت بيؤدي الى زياده الانترا ثوراسيك تنشن، برضو بيزود الانترا ابدومينال تنشن في حالات الستريننج. ستريننج زي ايه؟ زي ليفتنج هيفي اوبجكتس، زي الديفيكيشن، يورينيشن والليبر. يعني الانسان اللي بيشال منه برضو اللارنكس ما بيبقاش قادر على انه يعمل عمليه الستريننج دي كويس. خامس فانكشن بقى اللي هي فاسيليتيشن اوف سوالوينج. الوظيفة دي ما بتتعملش غير بالإبيجلوتس. الإبيجلوتس ديت بتموفز باكوردز ديورنج السوالوينج، فبتدفع البولس اوف الفود للهايبوفارنكس ديورنج السوالوينج. سادس فانكشن اللي هي السيركيولاتوري فانكشن. السيركيوليشن من خلال العملية اللي هي ان هو يغير الانتراثوراسيك بريشر، فيعمل هيلب البلود سيركيوليشن، بيغير الانتراثوراسيك بريشر فيشجع البلود سيركيوليشن. بعد كده في السيمتومز بتاع الرينجل ديزيز. احنا عرفنا الطريقة وعرفنا ان بيحصل سيمتومز. السيمتومز دي احنا هنعرفها برضو لما انا اقول افكشن اوف الحتة الفلانية يطلع السيمتوم الفلانية. اهم حاجة ان انا اعرف السيمتومز دي، لو عرفتها هعرف احشش الباقي. اول حاجه ديسفونيا. ديسفونيا دي بتحصل، يعني ديسفونيا يعني اني تشينج فور فويس. ديسفونيا يعني اني تشينج فور فويس. ممكن يحصل حاجه اسمها هورسنس. هورسنينج يعني الصوت يبقى مبحوح. الهورسنينج دوت بيحصل ليجن في الفوكال فولتس. الليجن دوت اي ليجن ان شاء الله كان مينيمال. بعد كده احنا هنعرف حاجه اسمها كارسينوما انسايتو. كارسينوما انسايتو ده على الابيثيليال ليفل، حاجة ما تتشافش يعني ميكروسكوبيك، بس دي بتأدي الى هورسنس. مجرد اي افكشن لتو فوكال فولتس تأدي الى هورس، ما بالك بقى وانت طالع. فده حاجة بتساعدنا ان احنا نعمل ايرلي دياجنوزيس. الافونيا ان ما يطلعش اي صوت، ما فيش اي صوت. ده بقى فوكال فولت ليجن كبير عامل الحركة بتاعتهم ضريرها تماما، مش طالع صوت. المفل فويس او الهوت بوتيتو فويس اللي هو تحس ان الصوت تخين كده ومكتوم، اكنك حاطط حاجه في بقك وبتتكلم. المفلد فويس ده بيحصل في ليجن في السوبرا جلوتيك اريا، بيأفكت الفويس والريزونانس. بعد كده في ريسبيراتوري اوبستراكشن. ريسبيراتوري اوبستراكشن ده لما يحصل اوبستراكشن على الليفل بتاع اللارنكس. لما يحصل اوبستراكشن على الليفل بتاع اللارنكس ويعمل اب نورمال بريسنج، اب نورمال نويزي بريسنج، ده بنسميه حاجه اسمها سترايدر. سترايدر ده يعني شحر، يعني بيجي الاطفال كده لما تلاقيه يعمل كده، يعني ايه سترايدر. فعايزين نفرق ما بين السترايدر والويزيس، وده هنتكلم عنه في الاخر. بعد كده في الديزنيا. الديزنيا اللي هو increased obstruction هيؤدي الى effort اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن، الريسبيريشن يعني، فيؤدي الى نهجان. ديزنيا يعني نهجان، وده بيبقى السبب بسبب obstruction، ممكن يبقى على الليفل بتاع النانكس او تحته. شوكينج بقى، الشوكينج اللي هو الاختناق، يعني خلاص حاجه خلاص دخلت جوه النانكس، بيحصل irritative cough. ديت اللي هي السيمتومز. في برضو البين، ده بيحصل اي سيمتوم في اي اورجان لما يحصل له اي افكشن بيحصل له بين. ديسفيجيا. ديسفيجيا يعني
سنسبل يعني تحس بالسوالوينج وبينفول سوالوينج وكمان وابنورمال سوالوينج او ديفيكولتي ان سوالوينج ديفيكولتي وبين وسنسنج اوف سوالوينج. ده اللي هو التعريف بتاع الديسفيجيا بيجي كتير في الام سي كيو. السيرفايكال سويلنج يعني لما بقى خلاص بقى حصل ليجن كبير قوي جوه اللارنكس وخرج من بره بقى فيزيبل عن النك وكده. عايزين نفرق زي ما قلنا الاسترايدور اول حاجه الديفرنس ما بينه وما بين الويزيس. الويزيس ده سبب بيبقى في البرونكيولز او في اللونج تيشو ذات نفسها اللي هو صفير حاجه زي استرايدور بس في بنسمعها دي بقى بالستيثوسكوب. بس الاسترايدور ده بيبقى واضح في فرق ما بين الويزيس والاسترايدور. تاني حاجه الاسترايدور نوعين انسبيراتوري وبايفيزيك. انسبيراتوري يعني بيحصل اثناء الانسبيريشن بس الاوبستراكشن في الحالة دي لازم يبقى جلوتيك او سوبرا جلوتيك ريجن. انما البايفيتيك الابستراكشن لازم يبقى انفرا جلوتيك ريجن. طب ليه البايفيزيك؟ عشان ان الكريكويد هي الاولي كومبليت رينج في كل اللارنكس ما بتقدرش يحصل لها ستريتش. يعني وانا بقى دلوقتي بعمل اكسبيريشن ما بقدرش يحصل لها ستريتش. بس الحتت التانية زي اللارنكس زي الثايرويد ويعني الجلوتيك والسوبرا جلوتيك ريجون دول بيحصل لهم ستريتش اثناء الاكسبيريشن. فوانا بعمل اكسبيريشن ما بيطلعش صوت بس وانا باخد نفسي بيطلع صوت. انما البايفيزيك في الحالتين ما بيحصل لهاش ستريتش ففي الحالتين هيطلع صوت سترايدر. متهيألي ده كل حاجة. شكرا.